مرحبا بالأوكرانية، أورا! عندنا 500 متابعة. أصدقائي، شكرا جزيلا لكم. اليوم استيقظت من النوم، دخلت اليوتيوب ورأيت هذا العدد. كم أنا سعيدة، والله لا تتخيلون ذلك. تعرفون أننا أردنا مرارا وتكرارا إغلاق قناتنا. هناك بعض الناس كانوا يسخرون منا، كانوا يضحكون علينا، قالوا والله فيديوهاتكم بسيطة ليست ممتعة وما شابه ذلك، جودتها غير لائقة، مثل هذا. ولكنكم أصدقاؤنا الذين لم تتركونا في الفترة العصيبة، في الأيام الصعبة، أنتم أصدقاؤنا حقيقيون، أنتم أفراد أسرتنا الكبيرة، وأنتم دائما كنتم تشجعوننا، كنتم يعني تدعموننا بالتعليقات، بنقر على زر الإعجاب. شكرا جزيلا لكم. لم أتخيل في حياتي أنني سأرى مثل هذا العدد، 500 متابعة. نحن أشخاص متواضعون، شكرا جزيلا لكم. فعلا يكاد قلبي يطير في السماء من السعادة، لا يوجد عندي كلام لأعبر عن سعادتي وفرحتي. فقط أريد أن أقول لكم إنني ممتنة لكم جدا. لولاكم لما طورنا قناتنا، يعني لولاكم لما كنا يعني راغبين في تصوير الفيديوهات. كل ما نفعله من أجلكم، وشكرا جزيلا لكم على أنكم تقدرون ذلك. اليوم، هذا اليوم السابع من شهر مايو أيار لعام 2020، هو عيد كبير بالنسبة لنا. وهذا العيد أنتم الذين فعلتموه لنا، يعني بفضلكم. شكرا. بهذه المناسبة وضعت الحمرة على شفاهي. شكرا شكرا شكرا. الآن سأخبر أمي بذلك وسنرى رد فعلها. صباح الخير أمي. صباح الخير. دبر رانجو. صباح الخير. سأقول لك خبرا سرا. سكفت براديس نريج، عندنا 500 متابعة. 500 في فيسبوك. أورا! يوهو! يوهو! كم نفرح! كم نفرح! شكرا جزيلا لكم. نشكركم من أعماق قلوبنا وسنحتفل بهذا العيد. ما شاء الله. أمور، هل أنت فرحان وسعيد؟ ما شاء الله. والله والله خلال تصوير الفيديوهات حفظت أمي بعض الكلمات من عندي. شو ما مسكاجش، ماذا ستقولين؟ انظروا أنا هنا. ما شاء الله، هذه معجزة أمي، هذا إنجاز. أهنيك. شكرا جزيلا. ما شاء الله، أمي موهوبة. أنا والله أحسنتي، ممتاز. مناخير. تاك أشل. زبابة. بكرة. أمي ما شاء الله، أنت فعلا، أنت أحبك جدا. حبيبة. والله أمي ما شاء الله موهوبة، وكذلك قادرة على التعلم السريع. يعني ما شاء الله، أنا مندهشة. أمي. نعم. أم أبي. أحسنتي أحسنتي.
Амур кальбі, кеша бабагає. كمان سعيدة وفارحة ما شاء الله جزاك الله خيرا أمي. انظروا إلى هذه الحلاوة، صديقتي سلمت إلي هذه الحلاوة التي حضرتها بنفسها. انظروا هنا مانجو مهروس، مانجو من باكستان، وكذلك بذور شيعة، وكذلك ماوس. ما شاء الله، يعني سنتذوق وسنصعد. لأول مرة سأتذوق مثل هذه الحلويات. شكرا جزيلا لصديقتي. ما شاء الله، كذلك اشترينا هذه الكعكة. ما شاء الله، سنتذوق أيضا. اليوم عندنا حلويات كثيرة. أمور كالعادة هكذا ينام. اشترى أبي 3 زجاجات من توشونكا. توشونكا كما قلتم لي في التعليقات هذا لحم مخلل، يعني انظروا بهذا الشكل، هناك دهن لحم الدجاج. بصحة جميع الأصدقاء الذين يشتركون في قناتنا. كيف أمي؟ مجنة. لذيذ جدا. الآن أنا أيضا سأتذوق. الذوق غير عادي، مميز. لذيذ ما شاء الله. هكذا تظهر شجرة الكستنا. الآن يتساقط المطر وأنا تحت المظلة. الآن نحن بالقرب من المحل التجاري ورأينا هذا الكلب المسكين، وذهب أبي ليشتري شيئا له. كم هو مسكين عندما أرى حيوانا في الشارع. أعاني كثيرا، أتألم جدا وأريد أن أبكي. الآن سيشتري أبي شيئا له. ما شاء الله. أريد أن يكون كل الناس طيبين، وأريد أن يساعدوا الآخرين. يتساقط المطر، مطر الخير والبركة. ما شاء الله، يعجبني هذا المنظر الجميل. كل الأشجار خضراء، إنها شابعت وارتوت. أمور ما هذا؟ صبغت أمي شعرها وكذلك صبغت أمور قليلا. أمور أصبحت أسود قليلا. هل تعرفون ماذا أفعل الآن؟ انظروا، عندي ظرف، نعم ظرف، قلم، وبعض الأوراق. سأكتب رسالة
إلى المستقبل لنفسي. سأفتحها بعد 3 أشهر تقريبا في عيد ميلادي. هذا الأسلوب يعني من علم النفس جميل جدا، يعني هذا مفيد.